أهلا بحضراتكم وجولة سريعة على أهم الأخبار اللي صدرت النهاردة عن الجهات والوزارات والهيئات المختلفة في مصر. وكل سنة وحضراتكم طيبين. بنمر الأيام دي بمناسبات مهمة زي ذكرى انتصار أكتوبر والمولد النبوي الشريف، لكن خلينا نروح سريعا لأهم الأخبار اللي ممكن تكون بتهم قطاع كبير من المواطنين، وأولها خبر خاص بوزارة التربية والتعليم اللي أعلنت أو وجهت من خلال الوزير إنه غلق أي مدرسة هيتبين إن هيكون فيها خطر على سلامة الطلاب والتلاميذ. طبعا حضراتكم متابعين، إحنا تقريبا انتهى الأسبوع الأول أو غدا يعني ينتهي الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، وكان في بعض الوقائع في يعني المدارس الخاصة بالمنشآت ومراجعة سلامة المنشآت، وبالتالي وزارة التربية والتعليم خدت قرار حاسم في هذا الأمر إنه أي مدرسة هيتبين إنها فيها خطر على سلامة الطلاب والتلاميذ هيتم غلق المدرسة فورا، وبالتالي هيتم توزيع الطلاب أو التعامل معهم بالشكل اللازم في هذه الأمور اللي موجودين في هذه المدرسة. وده يمكن خبر مطمئن لأولياء الأمور ولطلابنا على سلامتهم، ده غير طبعا التكثيف والتكليف بأنه يكون في يعني مراجعة مستمرة ومتابعة مستمرة لحالة المنشآت التعليمية في المحافظات. ده الخبر الخاص بوزارة التربية والتعليم. هنروح لخبر تاني من وزارة الصحة. طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، يعني احنا بدأنا فصل الخريف ويليه فصل الشتاء، وبتزيد حالات الإصابة بأمراض البرد والحساسية والإنفلونزا وهذه الأمور، وبالتالي كمان على المستوى التاني يمكن تراجع شوية التأثر بإصابات فيروس كورونا، والناس بقت تتصاب بكورونا وما تحسش، فبقت الأعراض أقل وأخف، فحصلت حالة من التراجع في الإجراءات الاحتياطية أو الاهتمام بإنه يكون في اللي ما خدش المصل ياخده أو ما إلى ذلك. لكن وزارة الصحة بتعيد التأكيد على إنه التطعيم أو المصل أو الجرعات التنشيطية أيضا من لقاح كورونا مفيدة جدا ومهمة جدا هذه الأيام، وهيكون ليها تأثير مهم على تلك الإصابات، وهتقي من يحصل عليها من أي مضاعفات متوقعة من فيروس كورونا. خدوا بالكم إنه الموجة الأولى من كورونا قبل التحور بتاع أوميكرون كنا مرينا بفترة زي اللي احنا فيها دلوقتي وحالة هدوء واطمئنان وارتياح إنه تراجعت الإصابة أو حدة الإصابة بفيروس كورونا، لكن ظهر أوميكرون وظهر يعني متحورات الفيروس الجديد، وكان فيها برضو نسب إصابة يعني فيها شيء من الخطورة، وبالتالي احنا في هذه المرحلة يجب أيضا ألا نطمئن إلا وفقا للاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللي بتقولها لنا سواء منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة المصرية. فوزارة الصحة بتؤكد على أهمية الجرعات التنشيطية لفيروس كورونا، للقاح فيروس كورونا، اللي ما خدش اللقاح ياخده، واللي مش مهتم أو متخيل إن الجرعات التنشيطية مش مهمة، الوزارة بتقوله لا مهمة جدا. طيب خبر التالت معانا خاص بوزارة النقل. طبعا مع بداية العام الدراسي أبنائنا وطلابنا في المدارس في المحافظات المختلفة بيمروا من عدة طرق، ويعني وزارة النقل يمكن ووزارة والمحافظات يعني والمحليات أنشأوا عدد من الكباري على المزلقانات والطرق السريعة وما إلى ذلك عشان طلابنا. فوزارة النقل لأنها بتلحظ إنه في بعض الأماكن وبعض المحافظات الأهالي بيعملوا حاجة اسمها معابر غير شرعية. يعني إيه معابر غير شرعية؟ يعني مثلا مكان بيمر فيه الناس على خط سكة حديد أو ما إلى ذلك، فيقوم هو ممهد لنفسه معبر غير شرعي عشان يمر هو من عليه أو يمر من يمرون سواء على الأقدام أو بالسيارات. فوزارة النقل أصدرت تحذير من إنه إقامة هذه المعابر غير الشرعية على قضمان السكة الحديد بيهدد الأرواح وبيمثل خطورة على الأرواح وبيمثل خطورة كمان على حركة القطارات، وبالتالي يعني طلبت من الناس ضرورة الالتزام بالأماكن المحددة للعبور والمزلقانات اللي أنشأتها الوزارة. وأكيد كلنا لامسين في عدد كبير من المحافظات تطور المزلقانات، وإنها أصبحت بتعمل بشكل أفضل وأجود
من خلال التكنولوجيا الجديدة اللي استحدثتها الوزارة في هذا الأمر. طيب، طلابنا اللي منتظرين التقديم أو موقفهم في التقديم للجامعات الخاصة، الجامعات الخاصة بتواصل استقبال طلبات التقدم ليها حتى الجمعة 14/10، حتى الجمعة اللي هي الجمعة بعد المقبلة، الجمعة 14/10 بتواصل استقبال طلبات الطلاب للالتحاق بيها. طيب، وضع الجامعات الخاصة بالنسبة للعمليات التعليمية السنة دي شكله ايه؟ خلينا اقول لكم مجموعة من الارقام، منها انه مثلا في 20% من الجامعات الخاصة كومبليت، يعني 100% استقبلت 100% من الطاقة اللي تستوعبها من الطلاب. 20% من الجامعات الخاصة، 20% من الجامعات الخاصة و26% من الجامعات الخاصة نسبة القبول فيها وصلت ل 85%. لكن بشكل عام كثافة الجامعات الخاصة هذا العام حتى الآن وصلت إلى 75%، وإحنا مع الأسبوع الأول من العام الدراسي، إحنا عارفين إنه الجامعات الخاصة بتستمر في القبول زي ما بقول لحضراتكم لحد 14/10، لكن الجامعات الخاصة نسبة الكثافة فيها وصلت إلى، أو نسبة الإشغال يعني، وصلت إلى 75%. الرقم الأهم اللي عايز أقوله لحضراتكم إنه الجامعات الخاصة السنة دي عدد الطلاب فيها وصل إلى 71 ألف طالب. طب ليه الرقم ده مهم؟ مهم لأنه السنة اللي فاتت عدد الطلاب كان فقط 45 ألف طالب، فمن 45 ألف طالب في 2021 إلى 71 ألف طالب في 2022 نسبة زيادة تقريبا 58%، 58% زيادة في عدد الطلبة بالجامعات الخاصة هذا العام عن العام الماضي فقط. فدي نسبة تقول لحضراتكم انه الجامعات الخاصة بتزداد ثقة الناس فيها مع الوقت، وبتزداد ثقة الطلبة فيها مع الوقت، وبتتطور وبتتوسع كمان داخل معاها الجامعات الأهلية بشكل كبير جدا، وده هيكون مفيد في اتجاهين. الاتجاه الأول حرية الاختيار للطلبة في المنهج أو الكلية اللي حابين يلتحقوا بيها، تاني حاجة التخفيف بشكل كبير على الجامعات الحكومية العادية وعدد الطلبة فيها. ده كان آخر أخبارنا في جولتنا الإخبارية على حضراتكم، وتابعونا على مدار اليوم في تغطيات مستمرة. إلى اللقاء.